نوع من يعني التجاوز على حد او انها تسيء لاحد، لكنه مؤسساتنا كلها مدعوه انها لا مش عيب، لكنه يعني لابد ان احنا برضو نراعي العنصر الزمني. يعني احنا بنتعامل مع بشر، البشر سلوكياتهم لن تتغير في يوم وليله، بتحتاج يعني فترات طويله يعني من التدريب ومن التاهيل. والله احنا يعني احنا بنروح اوروبا او اي حته في الدنيا بنتعامل مع قانونهم في ثانيه وبنتاقلم. احنا هو يعني لنفس الشخص اللي بيرمي مثلا الورقه بنتاقلم في ثانيه، خوف من القانون وخوف من العقوبه. يعني لانه انت بتبقي في بيئه وفي مناخ هو مهيئ للاحترام القانون. احنا برضو لازلنا لدينا مشاكل، يعني عشان بقول لحضرتك لا نريد ان نقفز على واقعنا، واقعنا في مشكلات كتيره جدا، وكلنا احنا بنتكلم في التعليم، بنتكلم في الصحه، بنتكلم امور كتيره، وبعد يعني الثوره والناس متلهفه والناس بتضغط.